شوي شوي. لا 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 هذا دخل على البزنس على طول. عفوا الـ يعني الاسم الكريم قلت لي كيف؟ عفوا الاسم الكريم. انا من الاردن. لا 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 انا بس الاسم. الاسم اسمي صبحي. انا عفوا صبحي اهلا وسهلا فيك. آه. يا صبحي. صبحي انت متحمس يعني كثير. كيف سيدي؟ اقول لك متحمس كثير. انا الحمد لله طبعا. بتبيع دراع عليها بعمل دراي وبعمل نفس الطريقة هاي، بعزف وبطبل كمان. وين؟ في حي نزال في الأردن، على ربط الطموح تبعي، مصدر الرزق تبعي. إذا بدكم كمان أعمل لكم شيء بعمل لكم عادي كمان. أنا مش شجع بالعكس. أنا حبيت صبحي صراحة، أنا حبيت الرجالات، دخل لي قلبي والله العظيم. أنت متزوج صبحي؟ كيف؟ الحمد لله. نعم. زوجتك معك هون؟ آه نعم. فينا نشوفها؟ هيا موجودة رانيا. تعالي لهون. أهلا أهلا أهلا. صبحي إلك زمان ما شفت عم تبوسها. يا الله يا الله يا صبحي يا الله. ولك يا صبحي لو 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 تشوف طلتك طلة عظيمة ورب الكعبة، طلتك من أحلى الطلات ورب الكعبة. حبيبي ميرسي. تسلم حبيبي. هذا البرنامج خاصة هو مش للفنانين الكبار اللي إذا نجحتهم لازم يروحوا يعملوا ملايين دولارات. هذا البرنامج للناس مثلك أنت، للناس اللي حاسين حالهم أنه هني نجوم داخلهم. أنت نجم بداخلك، نجم. يا أهلا وسهلا فيك، أنا بحب شوفك كل الوقت. بدنا أستاذ نجوى. أنا بدي أسمع رأيك. أنا بديك شوفك مرة تانية. تحب اسمعك وش ثاني مره ولا خلص؟ هلا بدنا نشوف راي ناصر. ما بيهمك راي ناصر، نقول رايي وان شاء الله. لانه انا بتعرف فرق لي من الصبح بستنى في دوري على بيتي هون. يعني ما صدقت يعني عن جد يعني. ولك يا صبح ليه طلعت في هيك؟ سوري معلش، في شباب ناطرين بدورهم ناموا تحت، هم بالضبط لو انا على بيتي تحت معي بخلوهم مش يناموا. بصحصح. اسم الله عليك. اسم الله عليك يا صبحي. تفضل يا استاذ، دي رأيك كمان برضه. انت جميل، انت جميل، جميل. عيونك الجميلة والله، ورب الكعبة جميل، وروحك جميلة حبيب قلبي. وانا لو بعطيك بعطيك 100 نعم، ولازم نشوفك وانا غايب. قلبي وافراحي وهنا في مساء وصباحي، وحياة قلبي وافراحي. هيجيبوا لك هي. لا هلا هلا بيجيبوها. هيجيبوا لك هي. الدنيا زين فرحا بنجاحه، وحياة قلبي وأفراحه، وهنا في مساء وصباحه. وحياة قلبي وأفراحه.
حبيبي يعني كيف اللمه هاي الطيب يعني على جد يعني بتسوى الدنيا باللمه هاي اللي بتمناسب عن جد يعني جمعت عائلة يعني قوية وببساطته وعفويته عاش صبح الليلة على مسرح Arabs Got Talent لحظات مش ممكن ينسيها.